فور انطلاق اعتصام جامعة كاليفورنيا استحضر كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الاحتجاجات الطلابية المناهضة لتدخل الولايات المتحدة الأمريكية في حرب فيتنام عام 1968، إذ كانت جامعة كاليفورنيا من أولى الجامعات التي تصدرت هذه الحركة الطلابية كما هو الحال اليوم. الحديث عن إلهام احتجاجات فيتنام للطلاب الداعمين لغزة اليوم دفع سيدة أمريكية كانت من الطلبة المشاركين في تظاهرات الحركة الطلابية ضد حرب فيتنام للحضور إلى الجامعة مرة أخرى، وهذه المرة لدعم غزة. باث ماسي هو اسم السيدة التي ألقت كلمات مؤثرة للطلاب المعتصمين في جامعة كاليفورنيا، إذ قالت: عرفت أن اعتصامنا حينها ألهم اعتصامكم لفلسطين. فلسطين يجب أن تتحرر، بل ستتحرر. ما فعلناه في الماضي أننا استحوذنا على المباني وهو أمر غير قانوني، لكننا فعلنا ذلك. طلبة قتلوا، ذلك لا يعني أن تخافوا، بل لتستمروا. استمروا، سيتراجعون حينها. نحن الأغلبية، هذا ما علينا فعله لفلسطين. لنشاهد جزءا من كلمتها وتفاعل الطلاب معها. Palestine must be free. And Palestine will be free. So when I saw the Gaza in solidarity encampments at Columbia and that they were saying that they were inspired by what we had done 56 years ago. We took over buildings, totally illegal, but we took over buildings. The courageous students at Columbia, they risked and suffered both suspension and arrest, insisting the university end their complicity by divesting from the racist genocide in Palestine. They've already threatened to bring in the National Guard. You didn't live through it, but there were students that were killed. That doesn't mean stop what you're doing and cower. That means make it bigger and bigger and bigger. We are the majority, and all I can say is